عن التعليم والتكنولوجيا والعبور إلى المستقبل. نتساءل أين خطط التعليم الفني الحالية من الاحتياجات الفعلية لسوق العمل؟ المسؤول الأول عن تطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم في حديث العرب من مصر. إحنا لغينا تدريس المناهج القديمة في كل التعليم التجاري. كيف يكون تعليم الحرف في المدارس مصدر جذب وإغراء للشباب؟ النهاردة إحنا بنتكلم على ماركتينج سيلز، مفيش حاجة النهاردة لواحد اسمه كاتب. واحد بيدخل تعليم متوسط تجاري يطلع إيه؟ وعن العلوم الحديثة والتطور الكبير في التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية. طالب هنا بيدرس الحاجة اللي هو بيحبها ويبدع ويبتكر فيها بتبقى أفضل. نتحدث عن زمن الأسطوات، زمن صنايع الشاطر والحرفي الماهر. حوار جديد، التعليم الفني والدولة الحديثة في حديث العرب من مصر، الليلة 7 مساء على قناة مصر الأولى.